زي ما انتم شايفين وزي ما احنا عارفين ان من يومين صحينا على خبر موت الفنان هيثم احمد زكي. معايا ومعاكم في شارع النهار دلوقتي على قناة النهار صديقه او صديقه المقرب جدا 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 محمود معوض. هيكلمنا على هيثم، هيكلمنا عليه اكتر في اللحظات الاخيره، هو كان عايش ازاي. ناس كتيره جدا جدا كتبت على الفيسبوك اللي هو عشت يتيما ومت وحيدا، وان هو كان بيعاني من الوحده وحاجات تانية كتير. فمحمود النهارده معانا يحكي لنا اكتر على التفاصيل، لان هو كان انتيمه او كان صاحبه المقرب جدا، فهيبتدي يحكي لنا حاجات احنا ما نعرفهاش. ازيك يا محمود؟ اهلا وسهلا. بقاء لله. لا اله الا الله. احكي لنا بقى يا محمود، يعني انت احكي لنا عن شخصيه الله يرحمه هيثم، واحكي لنا عن اللحظات الاخيره. انا اللي انا فهمته انه انت كنت معاه قبلها بفتره قليله جدا جدا قبل الموت. ممكن تحكي لي على اللحظات الاخيره، بعد كده نبدا نرجع ورا لحد ما تقول لي على شخصيته وكل حاجه. هي اخر وقت انا سبته فيه بساعات بسيطه جدا، هو اليوم بتاعه العادي الطبيعي، اول ما بيصحى من النوم بيتصل بيا، انت فين يا محمود؟ ده بيتصل بيا لو انا مش بايت معاه، انت فين يا محمود؟ تعالى لي يلا. هو مهتم جدا، كان مهتم جدا بالفتره الاخيره ديت بالجيم، لان احنا داخلين عمل فيلم بنجهز له بنحضر له، وكان لازم يعمل فورمه كويسه جدا. بيصحى الصبح بيتمرن الطبيعي بتاعه، اتصل بيا الساعة 6 الصبح، أنا كنت سايبه الساعة 4، واتصل بيا الساعة 6 الصبح، أنت فين؟ قلت له أنا هنام شوية ولسه سايبك وهنام شوية وهاجي لك وكده. قال لي ماشي، أنت هتعمل إيه دلوقتي؟ قال لي أقوم بقى خلاص خلص وكلمني. قلت له أوكي، قفلت معاه. هو نزل طبعا زي عادته بيجري وبيتمرن، خلص جري الاول وبعد كده راح الجيم اتمرن. ده انا عرفته من الحارس بتاع العقار، قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي نزل جري شويه زي عادته وراح اتمرن ورجع طلع. انا كلمت اول ما صحيت الساعه 12، كلمت صاحب اللي قاعد على العقار تحت وعرفت منه المعلومات دي. قلت له يعني هو فوق؟ قال لي اطمن فوق. كانت خطيبته كلمتني قالت لي انا عايزه اطمن على هيثم، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ قالت لي مفيش، بس مش عارفه، انا عايزه اطمن عليه. انجي. قمت مكلم احمد حد معايا برضو، قلت له في 1 2 3. المهم كلمت اللي قاعد تحت على العقار، قال لي ده، قلت له ده فوق تمام، ما بيردش. رنيت عليه كتير 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 ما بيردش. جاء علينا بالليل، انا خلاص عادي، ده الطبيعي يعني، راح في حته راح مكان، فيتصل بيا الطبيعي. ده الساعه كام معلش؟ كان الساعه 3 الظهر. جه علينا الليل، ومره واحده الساعه 9 لقيت الناس كلها بتكلمني، مصر كلها بتكلم، محمود هو ده حقيقي؟ هو ايه اللي حقيقي؟ قالوا لي هيثم تعيش انت، ونازل خبر ان هو تعيش انت. ايه اللي انتوا بتقولوه؟ انتوا مجانين؟ لا لا مفيش الكلام ده. فكتير ناس بتكلمني فما فيش الكلام ده، انا ما كنتش مصدق خالص. انا قلت جاله داخ زي ما بيدوخ، هو كان في بعض من الاوقات كان بيدوخ ويغمى عليه بسبب ان هو كان تعبان 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 نفسيا يعني زي اي حد، وكان بيتعالج نفسيا العادي الطبيعي يعني. يعني هو كان الطبيعي بتاعه ان هو كان بيدوخ؟ كان بيدوخ. بسبب ايه؟ بقاله سنه بيدوخ، من بعد ما قللنا العلاج بتاع العلاج النفسي بيدوخ لوحده ويرجع. فكنت طبعا بجري على البيت الحقه، او يعني كنت بلحقه، كنت دايما جنبه يعني. العلاج النفسي سببه ايه معلش؟ العلاج النفسي سببه الوحدة بجد. أنا كنت بفضل جنبه، أقول له وحدة إيه؟ طب ما أنا جنبك أهو، إحنا جنبك، إحنا كنا تلاتة. الكرو بتاعه، أنا الميك أب أرتست والكوافير بتاعه. حلو. ومعايا الاتنين تاني دول الأسيستنت بتاعي. مخصص له حد قاعد معاه، أنا مش موجود، قاعد معاه 24 ساعة. آخر 3 سنين من بعد تعبه بقى، كان جات له فترة تعب خالص. كان تعبان جدا. ما كانش بيقدر يمسك الكوباية يشرب.
الفتره دي كانت صعبه تراش يعني تراش جدا. ايه السبب؟ العلاج. العلاج اللي هو كان بياخده علشان يعالج العلاج النفسي. العلاج النفسي اللي كان بياخده علشان يعالج اثار الوحده اللي عنده كانت بتخليه تراش طول الوقت. هو بتراش طول الوقت وكان تعب، كان وصل لدرجه في التعب جامده جدا في الفتره ديت. انا فضلت جنبه كتير حتى هو ما كانش فاكر منها حاجات لحد ما تعافى وبقى جامد وبقى قوي. في يوم بقى الاعمال بقى في يوم هو ما كانش قابل شغل، ما كانش بيشتغل اي حاجه ولا في دماغه الفلوس والماده وكثره الاعمال، ما كانش في دماغه. كان يقول لي احنا دلوقتي يا محمود في زمن ما بيبصوش للفن قوي، انا عايز حاجه فيها فن قوي. وفي يوم رحت كان حد من اقاربه يعني كان بيبعت له كل شهر حاجه كده، ووصلها له قال لي كان في الجونه، قال لي يا محمود روح هتلاقي كذا 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 اديهم كذا وبتاع وشكرا انا في الجونه ما تيجي. قلت له لا يعني انا عندي يعني شغل. يعني ايه روح اديهم؟ مش فاهم معلش. كان بيقول لي اروح اديهم الامانه يعني بتاعت كل شهر. كان هيثم نفسه هو اللي بيوصل للناس. طبعا كان هو اللي بيوصل للناس حاجات كل شهر معونات كل شهر. هيثم هو اللي كان بيعمل كده الله يرحمه كل شهر. فكنت ببعتها مع ايمن، ايمن ده الاسيستنت بتاعي مساعد بتاعك. اه ف جيت ببص كده ما كانش عايز يشتغل يعني ما كانش في دماغه الشغل قوي، عايز حاجه قويه جدا. فبصيت لقيت سكريبت بتاع كلبش اوكي الجزء الثاني حلو. فهو تعافى بقى قوي، فضلت جنبه لحد ما بقى تمام. فانا بحب مسلسل كلبش الاولاني، فبصيت على السكريبت قعدت اقراه. قلت له انت فين؟ قال لي انا في الجونه. قلت له انا جاي لك حالا. في ايه؟ قلت له لا ما فيش حاجه، اقعد معاك جاي لك حالا. طب في ايه بس؟ لو كنت قلت له ان السكريبت ده قريته. قال لا لا ما تجيش عشانه وما تكلمنيش عن. رحت وقلت له ده حاجه جامده جدا، ده انت بطل ويلا بينا. قال لي شكلي ومش هو شر. قلت له هنخش في الموضوع. لا قال لك ايه؟ قال لك شكلك مش شكلي. قال لي مش هو الحوار، ما الحوار شرير قوي وانا مش خايف الناس تتاثر ان هي تكرهني. قلت له انت مهما تعمل الناس مش هتكرهك. حتى الفيلم بتاع عبده موتة ما كانش راضي يعمله بسبب ان هو كان فيه دموية وفي حاجات كده. قال لي لا الناس كان ضد العنف وكان ضد كان ضد كل حاجة. كان طيب جدا، كان هو بسبب الأعمال هو ما كان وبيكره أي حاجة تتعمل في الفن بتسيء للفن أو تضايق الفن. أيوه يقول لي أعمل حاجة محترمة الناس رسالة الناس تستفيد بيها. يا ما أعملش يا محمود، أنا مش عاي مش اللي هو أشتغل وخلاص وكده يعني. المهم رحت له وأقنعته جدا. قال لي طب أنا هبقى شرير إزاي؟ شكلي هيبقى شرير إزاي؟ طبعا هو كان عنده شعر في هو شويه شعره من فوق خفيف جدا. فقمت عملت له الكاركتر، انا حاجتي في عربيتي على طول. فاتبسط قوي من الكاركتر، يخرب بيتك ايه ده؟ قلت له هو ده اللي هنعمله. قلت له قرع دوجلاس تحت يعني، عملت بعض من الاشياء عشان يعني توسع ويبقى بدخله في الشخصيه اكتر. غيرت لونه. وقال لي لا انا يلا بينا واكلم الناس. ودخلنا كلبش، دخلنا علامه استفهام بعد كلبش كاركتر تاني خالص. الله يرحمه الله يرحمه. بس وكان انسان طيب جدا 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 جدا. طيب انت كنت بتقول يا محمود انك انت كان اليوم اللي انت ما بتباتش معاه فيه كان بيكلمك ايه؟ الساعه 6 الصبح 5 الصبح. انتوا كنت يعني مع كل احترامي انتوا يعني ليه كنت بتمات معاه دايما؟ هو كان للدرجه دي حاسس بالوحده او للدرجه دي ما كانش في حد يبقى قاعد معاه او كان يتصل بيا يقول لي انت فين؟ ويقوم مفزوع كده مالك في انت كويس؟ كويس. كان بيجي له احلام كتيره قوي، احلام كتيره. الوحده كانت بتصور له احلام كتيره مع ان له اصدقاء كتير جدا وبيقابلهم بيقابلوه، بس هو كان عنده مشكله في البيت كان يتصل بيها اروح علشان ينام مثلا. كان يكلمني يقول لي تعالى بقى، اول ما اروح اقعد اتكلم معاه شويه الاقيه نام. فهو كانت مش بيستحمل يقعد لوحده، ما كانش بيستحمل خالص يقعد لوحده خالص. وهو بيتحرج، هو خجول جدا. لما جه خطب كنت دايما انصحه
روح لأهل خطيبتك، ده ناس كويسين جدا وكان بيكلمني عنهم كتير. وخطيبته إنسانة فوق الطبيعة، حاجة غريبة كده، إنسانة جميلة جدا، وكانوا بيحاولوا يقربوا منه قوي، بس هو كان بني آدم خجول، مكانش يقدر يقرب، يتحرج يحرج يخش كده يعني. طب هل احساسه او شعوره بالوحده ابتدى يقل شويه بعد ما خطب؟ هو الوحده خلاص الموضوع منتهي، خايف منها. جه في مره قلت له ايه وحده وايه الوهم ايه ده، طب ما انا هو ممكن اعيش لوحده عادي جدا. قال لي طب بقول لك ايه، احنا هنسى اقرب سفر لينا هاخدك، واوعى تكلم حد من اهلك خالص، ولا مراتك ولا بيتك ولا مامتك ولا اي حد، واعمل لكله بلوكات. خدني قعدني 20 يوم، سافرنا قعدنا 20 يوم. فين يا محمود؟ الجونة، كنا دايما نروح الجونة. ها. فقال لي، قلت له، قمت انا معيط بقى وقمت حضنته، قلت له انت ايه ده، هي دي الوحدة؟ حسيتها بقى لما لقيت كله قلقان عليا، واخويا قدر يوصل لي وكله بيعاط في التليفون، ومراتي وكله بيعاط في التليفون، قلت له هي دي الوحده. قال لي شفت بقى بتعمل ايه، عرفت معنى الوحده. كان طيب قوي 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 فوق ما تتخيل. من قيمه اسبوع قال لي انا عايز قرايبي اللي في الزقازيق باي طريقه، شوف انت هتعمل ايه، هتجيبهم ازاي، ما اعرفش. قمت بالفعل كنت بدور عليهم، كان قال لي انا عايزهم. طب انت عايزهم ليه؟ ليه بقى؟ ما احنا بقالنا كتير يعني، عادي الموضوع مش في دماغنا يعني. قال لي لا لا لا، انا عايزهم بأي طريقة، شوف أي طريقة نوصل بيهم يا محمود. وبالفعل كنا بنبحث عن قرايبه. طب هل قرايبه يدوروا عليه طيب؟ والله هي الدنيا تلاهي، خد بال حضرتك، هو الموضوع ما فيش. وهم مهما كانوا قرايبه دول، هو برضه حاسس بوحدة. ليه بقى؟ لأنه عايز قرايب زي مين؟ خاله توفى من هنا، وهو الدنيا كلها اسودت. بيقول لي أنا كنت بصحى من النوم أبقى مثلا في عايز أشوف يومي إيه، فأحس بيها ما كنتش حاسس بوحدة وخالي عايش. أول ما أكلمه إيه يا خال، كان بيقول له إيه يا خال، إيه يا خال، الأخبار، أنت فين؟ في فترة عشناها كنا أصدقاء كلنا، كان الأستاذ خالد سرحان طبعا. أيوه. أقرب صديق لي هو وعمر متولي ومحمد عادل إمام. أيوه. كانوا أقرب أصدقاء لي وأوفى أصدقاء لي. أيوه. أصدقاء بجد. وعمر متولي بالأخص. وعمر متولي كان عنده من قيمة شهرين كان عنده مشكلة في بيته، فراح قعد معاه 5 أيام. كانوا بالنسبة لي ويك إند الخمس أيام دول. بس فهو كان يعني لازم هو يحس بالوحده. كان حاسس يا محمود ان هو زي ما بيقولوا كده المتوفي بيحس ان هو يعني مش عايز اقول حاجه ممكن تكاد تكون خرافه، بس بيحس لدرجه ان هو قال لك انا عايز اهلي اللي في الزقازيق باي طريقه. اخر 6 ايام كان قاعد يقول لي انا حاسس ان انا هموت، محمود لو مت اطلع اتكلم عني وقول كل اللي انا قلته. لا اله الا الله. وقول كل اللي زعلني. قلت له ما حدش زعلك، ما فيش حد بيزعلك وكده. قال لي لا لا، انا عايزك تقول كل حاجه. في سياق ايه يا محمود اتقال الجمله دي؟ يعني ايه اللي حصل؟ انا وانت قاعدين صحاب دلوقتي. هو اخر 6 ايام هو بيجهز نفسه للموت، حلق شعره. حلقت شعرك ليه؟ احنا هنروح الفيلم، احنا عاملين شكل واتكلمنا وجهزنا للشكل، ازاي تحلق شعرك؟ يقول لي عايز شكلي، مش عايز حاجه، ابقى اعمل لي شعر غيره. ما انت في علامه استفهام، ما كانش عندي شعر وعملت لي شعر. محمود ما اتكلمنيش في الموضوع، انا عايز ابقى نضيف كده. كان حالق شعره خالص، حالق شعره، كان امور قوي. انا اللي مش عايزين يخليني اخش اغسله، كانوا مانعين. قلت لهم لا، انا بجهزه على الكاميرا، انا اللي بجهزه قدام الكاميرا، لازم اجهزه وهو نازل يقابل ربنا، انا لازم اخش اجهزه. لا ومش قلت لهم انا هخش اجهزه، لازم اجهزه عشان يخش على الكاميرا كده يبقى هو مطمن. ما كنتش يطمن ابدا. محمود ايه الاخبار؟ اطلع على الكاميرا. تمام. فجهزته انا اللي مغسل استاذ هيثم بايديا،
كان قمر قوي والله، كان قمر وكان بيكلمني، كانت رقبته لما يجيبوا رقبته الشيخ يجيب رقبته كده كان يعمل كده، اقول له ايه ده ما هو بيتحرك اهو، يقول لي لا ده بيحبك بس، ما ده في القرآن مذكور ان هو كان بيحبك بس. مسكت ايده بشيل ايدي من ايديه لقيته ماسك ايديا، قلت له بص والله اسمع مني ده، قال لي يا حبيبي توفى. الناس لو انت بتقول يا محمود ان حواليه صحاب او حواليه ناس، ايه ممكن يخلي بني ادم، اشرح لي واشرح للناس ايه اللي ممكن يخلي بني ادم، انت كل كلامك مديني احساس ان هو مات من الوحده، مات من الناس ما بتسالش عليه، مات ان هو مش لاقي حد، قلبه مكسور، فايه اللي ممكن يوصله الاحساس زي ده وانت بتقول ان خطيبته بنت كويسه جدا وهو خلاص ابتدى يدخل حاجه، هل ده رواسب او تراكمات لسنين كتير عاشها هو الوحدة؟ الاحساس ده بسبب حاجه واحده، بسبب فتره ما والده توفى كل الناس كانت جنبه تمام. هو هيثم احمد زكي بني ادم خجول جدا، مقدرش يقرب من الناس بسهوله خالص، مش زي بعض من الناس اللي هو يقرب مننا، ده انا خطبت بقالي ناس اروح له، هو كان خجول خجول جدا ولا انطوائي؟ لا هو كان خجول جدا، بيخاف الناس تتقل، هو بيخاف، هو كان بيحب يقرب من كل الناس. بيقول لك ايه على بابا او مامته؟ احكي لي كان بيقول لك ايه عليهم، واحكي لي هل ممكن يبقى نوع من انواع الوجع اللي كان بيوجعه ان ممكن كانت تبقى الناس في وقت من الاوقات بتقرب له علشان باباه اما كان عايش وما كان نجم كبير، واول لما توفى لقى ده كله اتفض من حواليه فده اتوجعه اكتر؟ هو ما اتفضش والله، ده هو اللي فضه بايديه، يعني هو بسبب ان هو خجول وكان بيخاف يبقى تقيل على الناس، اقول له ده الناس كلها بتحبك، هو سبحان الله ربنا جاعل فيه الحب، يعني كان في بعض من الاوقات كان يبقى متوتر، حد عايز يتصور معاه فهو لا مش كده بيتكسف، كان بيتحرج او متوتر اي حاجه بعض من الحاجات ديت، فما كان يرفض يتصور يرجع يزعل، اقول له ده اللي عايز يتصور معاك لسه موجود، طب هات وانا اسف ما انا محروق بس وبتاع هات. فهو كان خجول خجل، وده كان هو السبب، وكان عنده حته ايه بقى، انا خايف الناس تقول ان هو ان انا ما عنديش قرايب فهم هيبقوا قرايبي، لا انا ما كنتش عايز كده، انا كنت عايز يبقى ليا قرايب، ليا حد عايش معايا في البيت، ازعق يختاروا لي لبس البسه وانا نازل، يختاروا لي كده. هو عايش بقى له قد ايه لوحده يا محمود؟ لا كتير قوي. قد ايه؟ كتير بعد وفاة والده سنين، يعني سنين. في فتره كنت انا ما ارتبطتش بيه قوي، واخد بالك، فضل 6 شهور ما ينزلش من البيت، قاعد لوحده تماما، ما بيعملش اي حاجه، مستني حد يتكلم يسال عليه. كانت الفتره دي كل الناس مشغوله جدا، فكلمني عرفت كده، فرحت له لقيت دقن كبيره وشعره كبير، ايه ده في ايه فمن هنا بقى الصداقه زادت قوي قوي قوي، وانا من نفسي ما قدرتش ان انا ابعد عنه تاني، وشخصت حد من الاسيستنت بتوعي برضو ملوش اهل، حد ملوش اهل برضو خصصته ان هو يعيش معاه، تفضل قاعد معاه. ولا طيب هرجع للسؤال اللي قبل ده وبعد كده هكمل معاك، كان بيحكي لك ايه على مامته؟ كان بيقول لك نفسي في ايه؟ لحن انسانه في الدنيا نفسي تحضني، ويعيط ويسكت، والموضوع ده ما اتفتحش، اتفتح كتير بس كان بيتفتح فتره صغيره قوي، انا كنت بقفل الموضوع. في ايه يا محمود؟ لا بلاقيه بيرتعش بقى، بلاقيه بيرتعش وبيتضايق وبينهار، طب ليه؟ هو كان بسيط جدا، اقرب حاجه في الموضوع ده كانت تخليه نار، اقرب حاجه كلام في الموضوع ده كان ينهار بسهوله جدا، وفي بعض يعني تعبه، الحاجات اللي تعبته حاجات تانية بقى في الشغل، بعض من الحاجات في الشغل. السبب الرئيسي الوحدة
اللي بتندرج حواليه، اللي بتندرج تحتيها، ان هو مفيش اب مفيش ام، خاصه بعد ما خاله توفى. ومن ضمن الاسباب التانية الشغل اللي هي بيتخللها الفن، اللي هو عايز يقدم حاجه كويسه ومش لاقي حاجه يقدمها، وشايف كل اللي بيحصل حواليه ده حاجات مش بتقدم رساله ومش ده اللي هو عايزه. اقول له يلا نشتغل، انت بتحول الحاجه ويلا نبدا، يلا نشتغل، كل الناس بتطلع حوالينا، يلا نشتغل. كان بيشتكي لمين؟ ما بشتكيش منها حاجه، صحته كويسه جدا. لا، كان بيشتكي لمين لما بيجيله مشكله او لما بيحس ان هو خلاص الدنيا ضاقت بيه، يروح لمين؟ ليا. ليك، صديقه المقرب. وبعد ما يحكي لي حكى لي حاجات غريبه، حاجات غريبه ما تتحكيش ولا يطلعها. بعد ما يحكي لي يقول لي انا حكيت لك ليه، كنت قبل كده بكلم مراتي وسبت التليفون، ومراتي فضلت فاتحه التليفون واحنا بنتكلم وبيحكي. ايوه. اكتر من نص ساعه. ايوه. وقال لي في الاخر وانا بحكي لك الحاجات دي ليه؟ قلت له ليه؟ لان انا حبيبك، أخوك. انا اخوك، انا حبيبك. عايز يقول لها محمود اوعى الحاجات دي تقولها لحد، اقول له لا. فمراتي بقى لما روحت قالت لي ايه ده انا سمعته بيقول لك كذا كذا كذا، الله يرحمه. كان عايز يتكلم لغرض الكلام، مش لاقي حد يتكلم معاه، مش لاقي حد كان يتكلم نفسه. معاه. بس الحمد لله الفترة اللي فاتت دي أنا كنت جنبه طول الوقت، طول الوقت، طول الوقت جنبه، ما كنتش بسيبه خالص، علشان نشتغل وعلشان يعني كانت المصدر الحقيقي إن أنا أفضل جنبه الشغل، تمام؟ لأنه قال لي أرجوك أنا عايز أشتغل، خليك جنبي علشان نشتغل، لو عايزنا نشتغل خليك جنبي عشان ما تضايقش، ما بس. فالحاجة الوحيدة ان احنا نشتغل، وتاني حاجة هو لنفسه بقى، هما الاتنين واحد، الاتنين واحد بالظبط. طب هسألك سؤال، هل عندك فكرة او معلومة انه اهله ما استلموش الجثة او كده؟ محدش عارف حاجة لسه، محدش هو عارف. في ثواني كل الناس مصدومة. أستاذ أشرف زكي عمل فوق خيال البشر يعني. إنما فعلا فعلا اللي بيتقال إن مفيش حد من أهله جم استلموا أو الكلام ده كله كلام ما نعرفش. كنا لسه مش عارفين نوصل لأهله اللي في الزقازيق أصلا، وأخوه كنا لسه التليفونات وكده كلها كانت مع الشرطة، مش عارفين رقم اخوه. انا كنت واخد رقم اخوه يعني، وكان معايا رقمه بدور مش لاقيه. رقم مين يا محمود؟ رقم اخوه. اخوه من والدته. هو ليه اخ من والدته وبيتواصل معاه وبيسافر له، وكنت هسافر معاه. يعني معلش عشان اللي ما يعرفش، هو هيثم الله يرحمه كان ليه اخ من والدته وكان عايش بره اعتقد في انجلترا، اعتقد. أيوه. اعتقد. وهما كانوا بيتواصلوا مع بعض جدا جدا، كانوا بيتواصلوا مع بعض جدا جدا، فهم علشان يلاقوا الرقم او علشان يقدروا كان التليفونات مع الشرطه لسه. ووصلنا لاخوه، واخوه على وصول، اخوه على وصول وفي انهيار فظيع، لان اخر فتره برضو راح له كتير جدا يعني. اخر مره راح له في الشهر مرتين. ايه اللي يخلي انسان اللي انا عارفه ان هو بيردد يعني بشكل مستمر انه هيتوفى وهو عمره صغير؟ دايما كان بيردد يعني، اللي انا اسمعه من الناس او لا هو مش كان دايما بيردد، هو كان من نص المسلسل بتاع علامه استفهام، من نص المسلسل ده اول حاجه قالها لي كنت بقول له احنا لازم ننام وتخلي بالك من صحتك، وانت بتنامش ليه؟ ما كانش بينام، كان بيبقى متوتر متضايق. الشخصية كان عايز يعملها بإبداع زي ما هو عملها، وكان متوتر جدا. قلت له عشان كده غلط على صحتك، وجبت له حاجات النوم وما تزعلش، كان بيزعل جامد جدا. قلت له ما تزعلش، شرايين القلب بتتقطع غلط وتزعل. قال انا كده كده هموت بدري. لا حول ولا قوة الا بالله. قلت له اوعى تقول الكلمة دي. فمن هنا بقى من هنا بقى عادي يقول لي الكلام ده، فعادي يفول على نفسه لحد الله يرحمه. هو عمر مكتوب، عمر مكتوب، ربنا يرحمه يا رب، ربنا يرحمه. محمود، لو هيثم كان بيقول لك ايه حلم حياته، كان نفسه يعمل ايه؟
ايه؟ كان نفسه يعمل ايه؟ كان هيتجوز امتى؟ كان هيتجوز قريب خالص، كان مفروض في شهر 7 اللي فات، أجل بسبب تعبان. كان تعبان. وقعدت أنا كنت بقول له يلا بقى يلا بقى، وهو كان تعبان وكان خايف على خطيبته، يعني خايف أسيبها لوحدها. أقول له لوحدها إيه؟ ليه بتقول كده بس يا عم؟ يقول لي أنا خايف أتجوزها وأسيبها لوحدها، خلينا كده بس لحد ما تعدي فترة معينة وبعد كده أعمل كده. قال لي كده، قال لي أنا خايف أسيبها لوحدها. دي رقيقة جدا يا محمود وأنت عارف. أنا كلمتها مرة قبل كده، مرة واحدة، مرة واحدة بس كنت كلمتها قبل كده، اتعرفت عليها عشان تجهيزات الفرح يعني. بس لو الله يرحمه هيثم قدامك دلوقتي، عايز تقول له ايه؟ اقول له ليه كده يا ابني بس؟ اقول له ليه كده؟ طيب انت ليه ما سمعتش كلامي؟ طيب اقول له ليه 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 قعدت تقول وحده وليه ما سمعتش كلامي؟ طيب هو الحزن، بص هقول لحضرتك، الحزن بيقتل اي حد، اي حد بيموت من الحزن. انا كل اللي صعبان عليا ان انا اخر فتره قربت له قوي، مش علاقه مكير بالفنان بتاعه، لا لا حبيته جدا. علاقه ايه؟ طيب اقول لك دخلت في ايه علاقه ايه؟ طيب مش عارف علاقه ان انا كنت بقى قاعد في البيت من غير تي شيرت مثلا، قاعد في البيت كده قاعدين كده اللي هو ما احنا قاعدين ما ورانا اخوات جدا، يعني كنا اخوات جدا وكنا بنتمرن مع بعض، كنا نضرب بعض، وصلت العلاقه بينا ان احنا اخوات جدا. كنا نتمرن بوكس في البيت عنده، الجيم بتاعه في البيت، كان بيتمرن قوي جدا الله اكبر عليه يعني، كنا نتمرن بوكس مع بعضينا، وكان دايما يشوفني بتمرن كان يسخن اكتر. كان دايما كان في ما بينكم بعض ود لدرجه ان انتوا الحياه كلها، سواء كانت في الجيم، سواء كانت في الخروج، سواء كانت في الشغل، سواء كانت في السفر، كلكم مع بعض. مش هطول عليك اكتر من كده يا محمود. براحتك. انا يعني انا بشكرك انك انت جيت، واكتر حاجه بشكرك فيها انك انت اذكروا محاسن موتاكم. حبيبي. يعني انك انت جيت كان احسن بني ادم في الدنيا وشرفتنا. ربنا يا رب يرحمه، ربنا يرحمه. ويا ريت، انا بقول لكل الناس من كلام محمود معوض، انه لو في اي حد، احنا بيبقى في ناس كتيره جدا حوالينا عارفين ايه اللي بيزعلهم، وعارفين احساسهم بالوحده، وعارفين احساسهم بالتعب، وبنبقى حاسين ان هم جنبنا وهيفضلوا موجودين وبيمشوا، وساعتها احنا اللي بنندم. فعلشان كده انا بقول لكم يا ريت نهتم ببعض اكتر. وفي الاول في الاخر ما فيش اي حاجه اقدر اقولها غير اللهم لا تذرني فرضا وانت خير الوارثين. ربنا يا رب يكون هو شايفني دلوقتي. اديني هيثم اهو، جيت واتكلمت عنك اهو. كانت في الاوضه اللي بره دي، في اوضه عندكم بره، كنا جايين هنا مع استاذ عمرو الليثي، وقال لي يا محمود ابقى تعالى نفس القناه دي واتكلم عني. ربنا يرحمه. اديني جيت يا حبيبي اهو. الله يرحمك يا حبيبي، الله يرحمه. ربنا يرحمه، ربنا يرحمه يا رب، ربنا يرحمه، وكلنا ندعي له. واللهم لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. ربنا ما يكتب علينا الوحده ولا وجع القلب ولا الكلام ده، واحنا كلنا بندعي له. وانا بشكرك انك انت جيت. ربنا يرحمه. الله يرحمه. فقرات كتيره في شارع النهار على قناه النهار، انتظرونا.